مساء النور مهند. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بين سبورتس، نرحب بكم من ملعب الشهداء. يلعب بيكو، يغير كرة باتجاه خطير، هناك بولاسي يلعب كرة، بولاسي الكرة خطيرة، فرصة لصالح كونغو والكرة في المرمى، يسجل منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق مبوكاني. مبوكاني الهداف لمنتخب الكونغو في رصيده 16 هدف. مهاجم هول سيتي يفتتح باب التسجيل للفهود، ارتباك واضحه في صفوف الفرسان يكلفنا هدف مبكر. هذا الشيء اللي كنا نخشاه، كوره تهيت للخطير مبوكاني يصوب كوره تضرب القائم وتستقر في المرمى. تبرير من بولاسي للمهاجم الخطير مبوكاني يفتتح باب التسجيل. كرة في المرمى، أسبقية لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية. كرة القدم عادات الشوط أول، الشوط أول في طريقه لينتهي 1-0. كان ممكن ننهي الشوط بنتيجة أفضل. كرة ثابتة، جاك ماغوما اللاعب رقم 20 سيتولى تنفيذ الكرة. تلعب كرة داخل منطقة الجزاء، الابعاد موجود من بدري. خطورة مستمرة، هناك بولاسي فرصة خطيرة ولوفالي حاضر، الابعاد في اللحظة الأخيرة، كرة تتحول للجانبية. تدخل كان في اللحظة الأخيرة، كان ممكن يسجل منتخب الكونغو هدف ثاني في مرمانا. لولا التدخل الاخير كان من صلد الوفلي يبعد كرة الجانبيه. كرة لا زالت عند منتخب الكونغو، يعني بولاسي الهجمه مستمره للكونغو، خطير منتخب الكونغو الثاني خلاص انتهت الامور في هذا الثاني في اخر لحظات الشوط الاول. يضربنا منتخب الفهود بكره ثانيه، هذه المره عن طريق جوناثان بولانجي يوقع على الكره الثانيه، خلاص انتهت الامور. ضربه قاضيه في اخر لحظات الشوط الاول، بولينجي يضع كره في المرمى. 2-0 اجمل واروع سيناريو للفهود. اخر لحظات الشوط الاول واضح تماما، اخطاء دفاعيه والارتباك الواضحه يكلفنا هدفين في المرمى. في مثل اسباني يقول من استعد كسب نصف المعركه، ومنتخبنا لم يستعد جيدا لهذا اللقاء. معسكر اي كلام في القاهره ثم الذهاب الى كينشاسا الى هذه الموقع، صعب جدا ان نعود سالمين غانمين من عاصمه الكونغو الديمقراطيه سافره المالي. محمد كيتا تعلن انتهاء الشوط الاول. منتخب الكونغو الديمقراطيه محاوله، يعني بولاسي والحارس ممتاز، الحارس تتحول كرة لضربة زاوية، ممتاز خالد الفلي. ولكن الشيء الملفت هناك بولاسي براحة تامة يستقبل ويصوب، وكان بولاسي في ميران. خالد الفلي يتصدى الكرة، كان ممكن بولاسي يوقع على هدف ثالث. لو يسجل منتخب الكونغو الديمقراطية كرة ثالثة، يعني أن منتخب الفهود سيكون اليوم على موعد ليسجل مهرجان تهديفي. خالد الفلي ممتاز، ممتاز خالد، كرة تصدى لها، كرة حولها الركنية. مباراة صعبة جدا بصراحة، حكيت من جانب الدفاع تصل الكرة عند زاكواني. هذيك الدفاع أبرز مدافع في تاريخ الكونغو الديمقراطية، كان عنده مدافع معروف جدا، لكن تابع هذه المحاولة، تابع هذه الكرة، فرصة خطيرة الهدف الثالث عن طريق مبوكاني. مبوكاني يرتقي ويضع كرة بالراس في شباك خالد الوفلي، ثلاثية لمنتخب الكونغو الديمقراطية. سيناريو كارثي بالهدف الثالث، الهدف الثالث. يضربنا مبوكاني للمرة الثانية، ومنتخب الفهود يوقع على الكرة الثالثة في مرمانا. 3-0، نتيجة قاسية بصراحة. أمامنا الإعادة، كرة داخل منطقة الجزاء ورأسية.
اتغالت الحارس الغرفلي مرور من امبيكو. امبيكو انطلق، امبيكو تأنى ولعب كرة عرضية اختفى بوكاني من ناصر دلة. 3-0 3-0 قد نتعرض لأثقل خسارة في تاريخنا على مستوى التصفيات المونديالية. 3-0 لحد الآن أثقل خسارة تلقيناها في التصفيات. 5-1 أمام إثيوبيا. الآن 3-0 3-0 اتحاد الكرة بحاجة إلى شجاعة كبيرة لصناعة قرار الانفصال بعد إخفاقات تصفيات الكان مرتين، تصفيات الشان والآن تصفيات المونديالية. نضرب الثلاثة لحد الآن. قاسي، فيصل البدري، فيصل رش الكرة سولا 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 سدد والحارس سولا جونيور كرة يسددها والحارس ماتامبي يمسك بالكرة حارس مرمى الكونغو الديمقراطية. كرة تلعب للوراء موبيلي امبيكو تلاقى من اخر لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية. منتخب النهار امبيلي ينطلق محاولة خطيرة التصويبة والكرة لضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح منتخب الفرسان. مباراة صعبة جدا ان شاء الله ينهيها منتخبنا بأقل الأضرار. بوراسي مع منصور البركي يرجع كرة هناك بوراسي. مباراة سهلة جدا لمنتخب الفوت، سهلة المباراة الثنائية في الشوط الأول. خلاص انتهت الأمور. كرة عند منتخب الكونغو الديمقراطية يبحث عن هدف رابع. التصويب والهدف الرابع، الهدف الرابع. قاسية يا فرسان، قاسية والنتيجة الآن عريضة 4-4 والمنتخب الكونغولي في طريق مفتوح ليسجل انتصار كبير. الهدف الرابع على اثر كره صوبها اندومبي موبيلي يوقع على كره رابعه. 4-0 خساره قاسيه جدا. منتخب الفرسان يدفع ثمن مزاجيه المدرب الباسكي، فليذهب للجحيم الباسكي هو والاتحاد. الكره امامنا لاعاده مره اخرى. عبت بدفاعنا منتخب الكونغو الديمقراطية ليصل إلى مرمانا للمرة الرابعة. الهدف الرابع للاعب موبيلي. فلوران بنجي المدرب الناجح، مدرب محلي، مدرب اللي قاد منتخب الكونغو الديمقراطية. اللي عاش في انجلترا، هاجرت عائلته لانجلترا، هو كان في السن مبكرة من عمره. كرة سهلة عند الحارس ماتيمبي، كرة طار ليها حارس مرمى كونغو الديمقراطية. حارس موتيما بيمبي سيطر الكرة بسهولة تامة. حارس مرمى منتخب الكونغو، كنترول موجود من امبيمبا. امبيمبا يلعب كرة، هذا انطلاق سريع. موبيلي موبيلي خطير، موبيلي 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 والحارس وفلي والهدف. الهدف الخامس، الهدف الخامس، الهدف الخامس، الهدف الخامس يسجل لمنتخب الكونغو ولكن يلغى الهدف، يلغى الهدف. سجل باكامبو ولكن هدف ملغى، هدف ملغى. امامنا الاعاده مره اخرى، امامنا لحسن الحظ يعني التسلل. باكامبو عنصر البركي، عنصر البركي تتحول كرة الجانبية لا زالت عند منتخب الكونغو الديمقراطية. بصراحة شفت مباريات سيئة متواضعة لمنتخبنا، لكن هذه المباراة هي الأسوأ، الأسوأ، الأسوأ في تاريخنا. الهدف الخامس كان قريب، يعني بصراحة نتمنى حكم اللي قاي صفر. أتمنى انتهت الصفر حتى قبل انتهاء الوقت الرسمي. هدف خامس كان قريب جدا. شوف العادة مرة أخرى أمامنا، أمامنا وضعية الدفاع، يعني شكل الدفاع بصراحة غريب جدا. الوان تو محاولة خطيرة، ما هذا، ما هذا يا كونغو. منتخب الكونغو تلعب بدفاعاتنا كما يريد. ماذا عساك أن تفعل يا خالد؟ ضربة زاوية لمنتخب الكونغو الديمقراطية اللي صال وشال داخل منطقة جزاء منتخبنا.
سال وشال كما يريد. ضربة زاوية، كرة طويلة، كرة لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية، محاولة خطيرة أقرب لها خالد الفلي. الكرة تعود لمنتخبنا الحكم مدالا. الحكم يطمئن على صالح الفلي. سبوا لسولا، سولا سولا خسر كرة. الحكم يعلن عن خطأ، هذا اعلان عن خطا. سولا يمرر للغنودي عن صبو، كره تعود لمنتخب الكونغو. بومبونغا يرجع كره مارسيل تيسيرون والحارس ماتامبي. ماتامبي يلعب كره طويله، ماتامبي. وفي هذه اللحظه سفيره المالي محمد وكيتا تعلن انتهاء مباراه.